هم مرحبا انستغرام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. قررت شويه انعزل لانه شويه اريد استراح، اريد استقر، اكو شغلات اريد افكر بيها بيني وبين نفسي، اريد ارتاح شوي، تعبان بالقران الكريم فتره بسيطه جدا ورا العيد. ان شاء الله راجع لكم، راجع لكم على القديم، راجع لكم بقوه زين. فتره انعزال عظيمه. انا واخوي وصديقي ننعزل كيف؟ راح ننعزل انا وابو العيس. تعودنا بالتوفيق والصحة والعافية، تقدرونا بأعمال جديدة. وكل عام وانتم بخير وسنة سعيدة وحلوة عليكم يا رب. أموت عليكم وانتم شيء حلو بحياتي. قد أكو ناس، أرد أحكي صدق هالمرة والله جديات مشقش، قد أكو ناس تحس إنه مرتاح مستقر أسافر مدري شنو، بس أكو هواي شغلات أنتم ما تدرون بيها. يعني أنا بطبيعتي إنه ما أعرف اي شيء يصير وياي انقله احكي سواء الاصدقاء او سواء بالسوشيال ميديا، فهذا الموضوع مأثر علي بشكل مو طبيعي. والشغله اللي ما يعرفها واللي ما يحس بيها سيمكن اي شخص من جماعتنا بالسوشيال ميديا من راح احكيها راح يعرفها، انه نفسيتنا مو تمام. يعني ضغط السوشيال ميديا ضغط مو طبيعي بالقرآن الكريم. يا ابو العيس صارت لي عبره، عرفت شلون اخلي خطوط حمراء. اكو بنادم تحبه ويما ترتاح، واكو ترتاح كلش انت خسره، ولك مواقف تافهه تبين لك الناس مو شرط الطويله تكون عشره. الله، وبديت من الرفوف اللي بيها الاعزاز. اي والله انزل كل شخص ما وفى قدره. الله الله، عرفت لها وبعد ما صبنا يلا خذوا لك ابو العيس. لا تعتم، رجعوا لي بس مره خل احكي وياه. قلوا له بين تعاستك وتندم، قلوا له حيل تغير وصار انسان، بس جرحه لا يتغير ولا يبرد. رجعوا لي لا ينعشق بعد صغير، لك كنت طلع وياي الا ملثم يغلط هواي، واعتذر منه هواي صح ودكابر وما يهمني خيرون، بس هسه لا قلوا له رب المهتم. الدنيا خلصت، لا لقينا انسان يسوى ولا حضن بجنب حبيبه، لا وجباله زعلانين خي زعلون قابل تنقلب بينا. صغار صغار ربينا كبروا ما رضوا بينا، لكم هاي الناس مال وداع ما حد تنكسر عينه بالقران، ما حد تنكسر عينه.